وصلنا إلى شروط صحة الصلاة. شروط صحة الصلاة يذكر أهل العلم يقولون باب شروط الصلاة ويقصدون شروط صحة الصلاة. شروط صحة الصلاة. قال رحمه الله تبارك وتعالى: تقدم أن الطهارة من شروطها، أي أن الطهارة من شروط صحة الصلاة، فلا صحة الصلاة إلا بالطهارة، لا صلاة إلا بطهور، لا بد من الطهارة لصحة الصلاة.